حاسة انك مرهقة وتعبانة ودايما طاقتك مستنزفة، وحاسة ان بعد ما اليوم يخلص كده بكآبة شوية، ومعظم الوقت عندك ارق اوفر ثينكينج كتير. النهاردة قررت ان انا اقول لكم على عادة حقيقي وفعلا هتغير من نفسيتك ومن طاقتك لكل يوم قبل النوم. قد ايه مهم ان احنا نهتم بنفسنا وبنفسيتنا عشان نقدر تاني يوم ندي اللي حوالينا ونقوم بمسؤولياتنا على اكمل وجه. مهم جدا انك في اخر كل يوم يبقى ليكي وقت بتاعك هتعملي فيه كل حاجة انتي ما عملتيهاش طول النهار. هتسترخي، هتكتبي، هتشربي مشروب مفضل، حاجات كتير قوي ممكن تتعمل في الساعة دي. العادة دي هتخلي مهما كان اليوم سخيف وطويل ومتعب تخليكي صبرة، لانك عارفة ان في نهاية اليوم هيكون في ساعة بتاعتك هي ساعة قبل النوم. حبيت اشارككم اجواء ساعة قبل النوم بتاعتي. حاجات كتير ممكن تتعمل، مش دي بس، انا حبيت اوضح لكم الفكرة، ولكن انا دايما هديكوا افكار عن ساعة قبل النوم. اهم حاجة بجد ان احنا وسط التعب والمسؤوليات ما ننساش نفسنا ونفسيتنا، وما نعتبرهاش حاجة مش مهمة او حاجة في اخر اولوياتنا. اهتمامك بنفسك ونفسيتك هي اللي هتخليك تدي احلى ما عندك بطريقة مرتاحة ومبسوطة، وابدا مش حاسة انك متنازلة او مضحية. فياريت كلنا نحافظ ونبدأ السنة الجديدة بعادة جديدة هتخلف حياتك تماما وهتختلفي فيها، وهي ساعة قبل النوم. تهدي نفسك هدية حلوة قوي في السنة الجديدة وهي ساعة قبل النوم. اعتقد دي ممكن تكون احلى عادة واحلى بداية تبدأي بيها في حياتك السنة الجديدة، ومتأكدة انك هتدعي لي. دايما بنسمع عن ازاي ان احنا صباحنا يكون productive او ازاي ان احنا نبدأ يومنا، لكن دايما ما بسمعش عن ازاي ننهي يومنا بشكل صح وproductive كمان. اعذروا صوت خديجة، معلش، بس احنا حبسينها في الأوضة عشان اقدر اصور. المهم ان انا النهاردة حسيت وعرفت اهمية قوي الساعة اللي قبل النوم، ولان جت فترة في حياتي كنت قدرت ان انا انظم النوم وكان بيبقى ليا وقت اكتر، وكنت محافظة جدا على روتين قبل النوم. حبيت النهاردة ان انا اشير معاكم شوية افكار او المود اللي بجد بكون فيه لما بحافظ على الساعة دي، وحبيت ان انا اعملها هاشتاج اسمها ساعة قبل النوم. تقدروا تشاركوني فيها على الانستجرام ساعتكو قبل النوم. عشان ما طولش عليكو، احنا ساعات كتير قوي بنصحى مش بالمود الحلو، وكمان بننهي يومنا ساعات بمود مش حلو. احيانا كتير كمان بنعاني من ارق رغم ان يومنا كان طويل وكان متعب والمفروض انك تحط راسك على السرير تنام، بس بتتفاجئ ان انت بيجي لك ارق. والسبب ورا ده ان انت في حاجات كتير قوي في يومك كان نفسك تعملها ما عملتهاش، حاجات تحس فيها كده بالسلف كير. وعلى فكرة هو السلف كير مش زي ما مشهور عنه برودكتس بنستخدمها لبشرتنا. السلف كير هي كل حاجة بتعود على صحتنا النفسية والجسدية والعقلية وكمان شكلنا. فهي حاجات كتير قوي، مش زي ما احنا فاكرين سلف كير يعني سكين كير روتين، دي مختلفة عندي. فبتحس ان انت طول اليوم ما خدتش حقك او ما اديتش لنفسك اللي هي محتاجاه. ومن هنا بقى انا بقى بيحفزني قوي اليوم وبكون صاحيه مبسوطه بيه، لاني ببقى عارفه ان بعد ما اليوم ده هيخلص انا في ساعه بتاعتي. شيلي بقى من دماغك طب ما انا هتاخر في النوم، ما انا ما نمتش كويس، ما انا صاحيه بدري، ما العيال هيصحوني، ما المدرسه هتصحيني، الجامعه، كل الحاجات دي شيليها من دماغك وحافظي على الساعه، خليها في اسوأ الاحوال نص ساعه. وده لان
انتي هتقولي كده وهتخشي على السرير هيبقى عندك طاقه زياده قوي ما طلعتش، محتاجه تركزي جسمك، محتاجه تعملي حاجه ليكي ما تحسيش ان يومك كله كنتي مستنزفه فيه. فبجد الساعه اللي قبل النوم احب ان انتوا تحافظوا عليها دايما، ان هو بشكل لطيف بالطريقه اللي شبهكم، وزي ما شفتوا كده الكوت اللي انا جبتها في المقوله اللي انا جبتها في الفيديو عن الصباح اللي بيقول فيها ان مفيش حد او مفيش روتين صباحي ينفع على كل الناس، كمان مفيش ساعه قبل النوم واحده لكل الناس. تقدري تعملي فيها حاجات كتير قوي، تقدري تجهزي نفسك لتاني يوم، تقدري تشربي حاجه بتحبيها، تتابعي حلقه واحده من مسلسل بتحبيه، تقدري ان انت تقري شويه او تعملي اي حاجه من هواياتك اللي مش بتعمليها بقالك كتير. كمان لو عندك شغل او حاجه وناقص فيها شويه حاجه زي شغلي شويه في مزاج، تقدري كمان تعمليها بالليل. المهم ان خلي بالليل ده هو بتاعك، دي ساعه قبل النوم، دي بتاعتك، املكيها وحافظي عليها. عشان زي ما دايما بنقرا انه ازاي بجد نبدا يومنا بنشاط وبرودكتيفيتي، كمان مهم جدا انكم تتعلموا ازاي تنهوا يومكم بشكل كويس. دي كانت فكرتي وعن تجربتي، ومش بس كده انا حابه دايما ان انا اشارككم ساعه قبل النوم على الانستجرام بستوريز بحاجات بسيطه او حتى بريلز. انتوا كمان لازم تشاركوني على هاشتاج ساعه قبل النوم، سواء على الفيسبوك ببوست او على الانستجرام بستوري، ايا كان المكان، المهم تنسوش الهاشتاج عشان اقدر اشوف. وهيبقى في هايلايت عندي على الانستجرام ثابت باسم ساعة ما قبل النوم، ده هحافظ عليه علشان نشارك بعض. وبجد بجد بحب قوي ان انتوا تتفاعلوا معايا مع فيديوهاتي عشان تستفيدوا. اهم حاجة ايا كان يومك، ايا كان تعبك، حافظي على ساعة قبل النوم، سيلف كير. فرأيي حافظي جدا على صحتك النفسية وحافظي على الوقت بتاعك. ساعة قبل النوم بس حاجة سريعة عايزة اقولها، مش بس روقان ومش بس productivity، ممكن تنجزي فيها حاجات في 10 دقايق، تقري في 10 دقايق، تستمتعي في ربع ساعة، قسميها عشان تستفيدي منها وتحسي ان انتي في ساعة عملتي حاجات كتير قوي يمكن ما عملتيهاش طول يومك. الساعة دي لو انتي زوجة او ام هتفرق جدا في نفسيتك، ولو انتي بتدرسي او بتشتغلي كمان هتقلل الضغط من عليكي واحساس ان انتي كده في عجلة عمالة بتلفي حوالين نفسك. يا رب الفيديو ده يكون عجبكو وفاتكو واستفدتوا كده منه ومن الاجواء بتاعته، وهستنى اشوف ساعة قبل النوم بتاعتكو. بحبكو قوي قوي قوي. Bye!